بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسول. وصلنا ولله الحمد والمنة إلى كتاب الصلاة. عرفنا الصلاة لغة شرعا، وذكرنا حكم الصلوات المفروضة الخمس. وإذا أردنا أن نلخص هذا الكتاب، كتاب الصلاة، والله أعلم، نقسم الصلاة إلى فرض ونفل كما سيأتي معنا. في الصيام فرض ونفل، في الزكاة فرض ونفل، في الحج فرض ونفل، وهكذا. الفرض بالنسبة للصلاة، الصلوات المفروضة الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الجمعة. وكذلك يذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى كالشيخ بن عثيمين صلاة الكسوف أنها واجبة. نعم. وعلى ما سيأتي أن تحية المسجد ركعتين هي واجبة كذلك. ثم النفل، النافلة عندنا السنن الرواتب، أو نستطيع أن نقسم النوافل هنا إلى نفل مطلق ونفل مقيد، نفل مطلق ونفل مقيد. وعلى هذا سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. هذا اللي بجانبك يا أخي عن يسار. أوقف. أي نعم، أعطنا الدفتر والقلم. ماذا قلت؟ طبعا لأنك تكتب، عندما تكتب ما تسمع. ضع الكتاب هنا والقلم واجلس. الحمد لله، بعد الدرس أكتب ما شئت، كل ما أقول مكتوب في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. جوجل منهج السالكين يأتي كل شيء. الحمد لله. طيب، حتى إذا أردت يقرأ ممكن يقرأ، أحيانا بعض البرامج تقرأ لك الكتاب. الكتابة أثناء الدرس تجعل فوائد تذهب عليك بعضها. اشترط العلماء رحمهم الله للكتابة أثناء الدرس شرط، وهو الاستئذان، ونحن لا نعمل. الشرط الثاني أن تكتب أن هذا من سماعي لدرس الشيخ، لأنه قد الآن يعني يحصل سبق لسان، أتكلم بشيء وكذا، خلافا لمن لو كنت أملعك أقول أكتب كذا وكذا وكذا، هذا غير مفهوم. طيب، لا كتاب والحمد لله. قال: ما قلت لمحدث قط أعد علي، مرة واحدة يحفظ. الحمد لله. نعم، أو تعود نفسك على هذا بإذن الله تعتاد أنك تحفظ. ونحن راجع بفضل الله الآن الدرس أكثر من 3 مرات أحيانا. نعم، والتكرار يعلم الشطار. الحمد لله. طيب، إذن الصلاة فريضة ونافلة. صلاة الفريضة الصلوات الخمس: صلاة الجمعة لما سيأتي معنا، صلاة الكسوف، وبعض الصلوات كتحية المسجد. أما النافلة تنقسم قلنا إلى قسمين: نفل مطلق ونفل مقيد، وهذا يأتي بإذن الله تعالى. أخذنا فيما تقدم في الدروس المهمة شروط الصلاة. من يذكر لي شروط الصلاة؟ نعم: الإسلام والعقل والتمييز والنية. إسلام وعقل وتمييز ونية، هذا في كل عبادة إلا على ما سيأتي معنا بإذن الله في الحج والزكاة، قد تتغير بعض الشروط. إسلام وعقل وتمييز والنية، والنية محل القلب والتلفظ بها بدعة. الإسلام ضد هذا الكفر، والعقل ضد هذا الجنون، والتمييز المميز هو الذي يفرق بين الأشياء، يفرق بين الأشياء، هذا ماء وهذا نار، اجلس يجلس.
فهل تصح صلاة الصغير؟ نعم، إذا كان يميز أي يفرق بين الأشياء، وإذا كان لا يميز فصلاته باطلة. هل تجب الصلاة على الصغير؟ وجوب الصلاة على الصغير إذا كان مميز يكون من وجهين: وجه نخاطب به الصغير نقول صلي، وجه نخاطب به الولي، ولي الصبي يأمر بالصلاة: مروا أبناءكم هم أبناء سبع، أي أتموا سبع سنين. الإسلام والعقل والتمييز والنية، رفع الحدث تقدم معنا، أصغر وأكبر، وإزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء: بدن وبقع وثوب، ستر العورة. وأحسن من هذا أن نقول أخذ الزينة في الصلاة، أخذ الزينة في الصلاة. لماذا؟ حتى نوافق ما جاء في القرآن: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أخذ الزينة في الصلاة أو الزينة في الصلاة على ثلاثة أقسام، أو على ما ذكر المؤلف العورات ثلاثة: مغلظة، عورة مغلظة، وعورة مخففة، وعورة متوسطة. المغلظة عورة المرأة الحرة البالغة، مرأة وحرة وبالغة. المرأة خرج بهذا الرجل، الحرة خرج بهذا الأمة يعني المملوكة، البالغة خرج بهذا الصغيرة التي لم تبلغ. إذن العورة المغلظة لمن؟ للمرأة الحرة البالغة، تستر جميع البدن إلا وجهها، وعند الأجانب تغطي حتى الوجه. مرأة وحرة وبالغة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن المرأة إذا صلت في ثوب سابق للبدن طويل الكمين وسترت الرأس وما حوى دون الوجه، وإن بدا شيء من الكفين أو من القدمين فالصلاة صحيحة، ويرى أن هذا الذي كان عليه الصحابيات زمن النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، مفهوم؟ طيب، نحن لا نتكلم الآن عن ماذا؟ عن النظر إلى المرأة وحجاب المرأة المسلمة، نحن نتكلم عن صحة الصلاة، مفهوم؟ أي نعم. أما النظر إلى الأمة، نحن نتكلم هنا عن صحة صلاة الأمة إذا سترت من السرة إلى الركبة، الصلاة صحيحة. أما النظر إليها تخرج إلى الشارع بهذا، هذا لا نتكلم عنه، مفهوم؟ نعم. العورة المغلظة عورة المرأة الحرة البالغة، تستر جميع البدن إلا وجهها، وعند الأجانب تغطي حتى الوجه. العورة المخففة عورة الذكر ابن سبع سنين إلى عشر سنين، يستر الفرجان، ما عدا المخففة والمغلظة عورة متوسطة يستر من السرة إلى الركبة، مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كامل الزينة في الصلاة، هذا مستحب. مرة أخرى، العورة المتوسطة يستر فيها من السرة إلى الركبة، مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كامل الزينة. لمن؟ سمي من شئت، دون المرأة الحرة البالغة ودون الذكر ابن سبع سنين عشر سنين. عورة ابن عشر سنين، بنت تسع سنين، عورة البالغ، عورة الأمة، متوسط، والحمد لله انتهينا. نعم، دخول الوقت لابد أن يصلي في الوقت، ف
فهل يصح أن يصلي قبل الوقت؟ لا، إلا إذا كانت هذه الصلاة تجمع جمع تقديم وكان له رخصة في تقديم الصلاة عن وقتها. مثاله مسافر وعندما صلى الظهر أراد أن يجمع العصر جمع تقديم، قدم الصلاة عن وقتها لعذر يصح. نعم، إذن لا يقدم ولا يؤخر الصلاة عن وقتها، يحرم تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر. وسوف يأتي معنا بإذن الله تعالى ذكر الأعذار من المؤلف رحمه الله. إذن الصلاة لوقتها، متى تصلى الصلوات المفروضة الخمس؟ الأحوط والأبرأ للذمة أن يصلي الصلاة في أول الوقت، مجرد ما يدخل وقت الصلاة يصلي مباشرة. لماذا؟ لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قد يؤخر يموت أو تؤخر المرأة ويأتيها الحيض مثلا. التأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها، وهذا الذي يؤخر تتراكم عليه الواجبات، صح؟ نعم. إذن يصلي الصلاة في أول الوقت كل الصلوات المفروضة إلا صلاة العشاء، يسن أن تؤخر صلاة العشاء ما لم يشق على الجماعة، وكذلك تأخير صلاة الظهر في شدة الحر. إذن القاعدة عندنا أن السنة والأحوط والأبرأ للذمة أن يصلي الصلاة في أول الوقت، مجرد ما يدخل الوقت يصلي، إلا في صلاة العشاء يسن أن يؤخر صلاة العشاء ما لم يشق على الجماعة. وأنت تعرف هذا الكلام بخاصة في وقت الصيف عندكم هنا مثلا، الليل قصير جدا، فهل نؤخر الصلاة؟ لا، لأنه يشق على الجماعة، مفهوم؟ طيب. وكذلك صلاة الظهر في شدة الحر. الآن هذا الأخ قال طيب في شدة الحر أنا أترك صلاة الجماعة وأصلي في البيت في آخر الوقت حتى أطبق السنة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن هذا من تلبيس إبليس على بعض الناس، من أجل أن يحافظ على السنة يترك الواجب. كيف من أجل تحافظ على السنة تترك صلاة الجماعة الواجبة؟ أو على ما سيأتي معنا من الجماعة الثانية، اختلف العلماء في الجماعة الثانية، لكن لو تنظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليه، هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جماعة واحدة؟ لا، مرة واحدة نام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة أمر كتب الله، في جهاد وتعب وساروا آخر الليل ووضع بلال يوقظهم للصلاة، وقدر الله سبحانه وتعالى أن ينام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى تتعلم الأمة ماذا تصنع إذا نامت عن الصلاة. لكن الذي تراه اليوم والذي يعني ينطبق عليه تماما كراهية أو تحريم بعض العلماء للجماعة الثانية، هو أن بعض الناس يتعمد أنه لا يصلي مع الجماعة الأولى، يقول ما أريد أن أصلي مع فلان أو خوف فلان من الناس. طيب من أفتاك بهذا؟ قال أعرف هذا، فيريد أن يصنع كما صنع أهل النفاق، مس الضرار، مضارة وتفريق وإرصاد ومحاربة، صدق. فيصلي الجماعة الثانية،
هذه الجماعة التي ينطبق عليها كراهية أو تحريم بعض العلماء لأنه نوى التفريق. هذه مسألة. المسألة الثانية، في الغالب في الغالب، وتتبع هذا عندكم في المسجد، تجد أصحاب الجماعة الثانية ما يتغيروا، دائما هم هؤلاء أصحاب الجماعة الثانية ما يتغير، وأصحاب الجماعة الأولى في الغالب لا يتغيروا. عندكم هنا في المسجد أصحاب الصف الأول دائما في الصف الأول، حتى عندنا رجل هو إمام للجماعة الثانية أصلا، إمام راتب دائما إمام للجماعة الثانية. الجماعة المقصودة والمأمور بها والتي ذكر العلماء أنها تجب، أي جماعة؟ هي الجماعة الأولى. ولو تعود المرء على هذا اعتاد. يا أخي في أمور الدنيا الآن، أنت تعرف بعض الناس في الأعمال يقسم عليه إذا تأخر تنظر في سجله الوظيفي ما تجد، لا غياب، لا ما تجد أنه تأخر عن الدوام ولو ثانية واحدة. لماذا؟ يقسم عليه. أما في الصلاة حدث ولا حرج، صحيح؟ أي نعم.